لا هو هو عنده في التمرين يعني تكون في التمرين يعني حاضر في التمرين وتدي 100% في التمرين، مش تلقى روحك موجود في المقابل. يعني بيهتم برضه، مش لا مباريات يعني بس، يعني تدريب انت برضه جزء اسمك، مهم. انت اسمك كبير ولعيب عندك تقلك في الفريق، بس تمرينك مش هو، مش هتلعب. مش هتلعب. لا مش هتلعب. يعني هو دايما بياخد بالتدريب والمجتهد بالتدريب. وبيشتغل ما عندوش كويس هو ده. اسم، ما عندوش اسم ولا لا، التمرين وبيقول لك كده يعني، تمرين تلعب، تمرين وده شيء مهم. لا شيء مهم اكيد عشان تتمرن كويس. مباراة سان داونز الأولى، يعني زي ما بقول لك علي معلول هو مفتاح.